أشرف فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن الشيخ الغزوان اليوم كذلك في مدينة روسو على تدشين مشروع منطقة الزراعة المروية مباخجك، حيث أزاح ستارة عن اللوحة التذكارية للمشروع قبل أن يعطي إشارة بدء استغلاله. وتصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع ما يقارب 1.5 مليون أوقية قديمة بتمويل من البنك الدولي عن طريق منظمة استثمار نهر السنغال وبتنفيذ من شركة سونادير. رئيس الجمهورية استمع بعد ذلك لشروح فنية قدمها المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية السيد حماه الله والديدي، تطرق فيها للخصائص الفنية لهذا المشروع الذي تبلغ مساحته المستطلحة 237 هكتارا، ويشمل محطة ضخ بسعة تزيد عن 2000 لتر في الثانية. وسيسهم هذا المشروع حسب الشروح الفنية المقدمة إلى دعم فرص المزارعين في ممارسة الزراعة المروية وإتاحة الفرص والفرصة أمام سكان القرى المجاورة له للاستفادة من الأراضي الزراعية. كما سيسهم هذا المشروع من خلال محطة الضخ من توفير مياه الري للمزارعين بكميات كافية.